سعيد أحمد من مكة المكرمة يقول: هل هناك وقت معلوم ما بين العمرة والأخرى؟ ليس هناك وقت معلوم، ولكن ينبغي ألا تتقارب العمر في ساعات في يوم واحد، يكون بينها فاصل زمني ولو كان يسيرا. عائشة رضي الله عنها كانت قارنة بين الحج والعمرة، ثم بعدما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، أعمرها من التنعيم، وما بين العمرتين ليس بوقت طويل، فلا بأس بذلك. نعم.